طيب سيادة السفيرة، يعني قبل ما نسيب موضوع فلسطين وتصور أمريكي بأنه يمكن أن يلعب دور مصر بواسطة أي دولة أخرى، يعني إحنا شفنا أن الرئيس جو بايدن اللي كان واخد مواقف متشددة من الرئيس السيسي شخصياً ومما حدث في مصر، اتصل بالرئيس مرتين في أسبوع واحد بعد نجاح مصر في وقف إطلاق النار في قطاع غزة والبدء في إعادة الإعمار وتبرع مصر بمبلغ مش قليل ومساعدة الأشقاء الفلسطينيين على المصالحة الفلسطينية الفلسطينية. كلمينا عن دور مصر الدبلوماسي في هذه القضية الفلسطينية التي تمثل القلب من الدبلوماسية المصرية ومشاكل العالم. يعني والله شوف، احنا بنرى في وزارة الخارجية او السياسة المصرية بترتكز على انه استمرار الوضع الفلسطيني والمواجهة الفلسطينية الإسرائيلية وعدم حل هذه المشكلة هو السبب الرئيسي في عدم الاستقرار في المنطقة، لأنه كل واحد بيستغل هذه القضية ويعتبر نفسه مدافع عن القضية الفلسطينية. واقع الأمر أن المدافع الأول على القضية الفلسطينية هي مصر. مصر على مر تاريخها سواء بالحرب أو بالسلام، حتى في الحروب طبعا كلنا عارفين الحروب اللي مرينا فيها 48 56 و67، كل هذه الحروب كان في الأساس هي مرتبطة بالقضية الفلسطينية ومحاولة إنشاء دولة فلسطينية لإخواننا الفلسطينيين. طبعا بالنسبة للسلام، ناس كتير ما مش عارفة إنه اتفاقيات كامب ديفيد اللي وقعها رئيس السادات كانت بجزئين، جزء اللي هو خاص بالمعاهدة السلام المصرية والجزء الآخر هو خاص بالقضية الفلسطينية وإقامة حكم ذاتي في خلال سنوات قليلة. لو كان هذا تحقق منذ استعادت مصر وحررت أراضيها في سيناء ووصلنا الخط اللي كنا ماشيين فيه بموجب هذه الاتفاقيات على الجانب الفلسطيني، كان انشئت الدولة الفلسطينية من فترة طويلة. إنما يعني الأوضاع دلوقتي مصر ما زالت منغمسة في قضايا القضية الفلسطينية، والمشكلة إنه دايما يعني القضايا الوطنية تحتاج لإجماع الأطراف المختلفة. مجرد أي خلاف بين الزعامات على مناصب طب نحل المشكلة الأول بعدين نتخانقوا على المناصب. صحيح. يعني صحيح. يعني كان مانديلا دايما ليه كلمة جميلة قوي يقول لك إنه يعني وحدة القرار الوطني ده مهم قوي عشان تحقق الاستقلال يعني وتنتهي المشكلة. احنا واجهنا في السنوات الأخيرة على مدار قد ايه، يمكن اكتر من 10-12 سنة دلوقتي، حماس والمشاكل حماس ما بين ووحدة القرار الفلسطيني تفتتت ما بين غزة وما بين منظمة التحرير، وده الحقيقة هو اللي معطل كتير من إمكانيات الانتهاء من المشكلة. كنا زمان بنتصور إن إحنا خلاص قربنا كل ما مع مفاوضات السلام في مدريد والمفاوضات المتعددة الأطراف واتفاقات أوسلو واتفاقية الأردن مع إسرائيل، كنا ماشيين في خطوات يعني متسارعة. إنما للأسف توقفت مع وصول نتنياهو حكم في إسرائيل بعد اغتيال رابين يعني، وبعديها ظهر الانشقاق الفلسطيني. وده بيخلي الطرف الإسرائيلي يقول لك أنا هكلم مين، وهو طبعا من مصلحته يستستمر هذه الأوضاع. إنما إحنا اللي من مصلحتنا إنه الطرفين لابد أن ينهوا بشكل سريع مشاكلهم أو يأجلوها لمراحل قادمة، بس بعد ما ننجح في إقامة الدولة الفلسطينية اللي أصبحت مطلب عالمي على فكرة، في إجماع دولي على إنه إنشاء الدولة الفلسطينية في طبعا وفقا لقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن،
وعاصمتها القدس الشرقية وتعاد الأراضي المحتلة حتى نتمكن من إنهاء هذا الصراع اللي دخل على بقالنا كام سنة أو 70 سنة تقريبا حاجة زي. سيادة السفيرة، يعني كنت أتمنى إن إحنا نتكلم عن ليبيا، نتكلم عن الدبلوماسية المصرية وعلاقات مصر بالدول الأفريقية، الجزائر ودور مصر في أكتر من مكان، سوريا، العراق. بس الوقت دهمنا، وأنا سعيد جدا بوجود سيادتك معانا، ولينا لقاءات أخرى إن شاء الله. إن شاء الله، أهلا بيك. جزيل الشكر سيادة. كل سنة وأنتم طيبين. وحضرتك طيبة يا فندم. جزيل الشكر سيادة السفيرة هاجر الإسلامبولي، مساعد وزير الخارجية السابق وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية.